النهارده كان في زياره برضو مهمه لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، راح اسكندريه وراح تحديدا برج العرب، قريه ابو صير في مركز برج العرب، تخيلوا بتخدم حوالي 135,000 شخص. 135,000 شخص، شوفوا حضراتكم واحنا مجتمع شاب، شوفوا من ال 135,000 شخص دول شوفوا منهم كام ولد وبنت صغيرين، كام شاب وشابه، كام ست، كام راجل وشاب محتاجين ان هم يشتغلوا او عايزين حياه كريمه. شيء الحياه محترم جدا، وجوله كانت مهمه النهارده في برج العرب، ومش بس في برج العرب ولكن كمان داخل اسكندريه قام بها دوله رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. زيارة لرئيس الوزراء لمحافظة الإسكندرية استهلها بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أبو صير التابعة لبرج العرب. مشروعات حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الحكومة للتأكد من سير العمل في ضوء البرامج الزمنية المقررة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نفذت 86 مشروعا ضمن حياة كريمة في 4 قرى و45 تابعا ببرج العرب بالإسكندرية، تخدم نحو 135,000 شخص. كل المشروعات الخدمية اللي بتتعمل، مياه شرب، صرف صحي، كهرباء، مجمع خدمات، مجمع طبي، شفنا التطوير الكبير اللي بيحصل فيه. ده النموذج اللي هو زي ما حضراتكم بتتابعوا معايا، ببقى حريص دايما في كل زيارة ان احنا نؤكد على حرص الحكومة بالرغم من كل التحديات على الاستمرار في هذا المشروع اللي احنا بنعتبره فعلا مشروع القرن 21. كما قام رئيس الوزراء بتفقد ميناءي الدخيلة والأسكندرية مستعرضا عددا من المؤشرات، بالإضافة للمشروع العملاق بإنشاء عدد من الأرصفة الجديدة التي تعكس حجم التطور بمنظومة الموانئ والتجارة الخارجية بمصر. منظومة بكل المقاييس، منظومة بتنقل الموانئ المصرية لنقلة تانية خالص، وتبقى كافية للتلاتين أربعين سنة اللي قدام. توجيه سيادة الرئيس في كل ميناء من الموانئ الرئيسية، مجمع المعامل اللي حضراتكم شفتوه وتفقدناه مع بعض، بحيث ما فيش حاجة تنتقل ولا تخرج ولا الكلام ده كله. ما تم تنفيذه من أعمال تطوير لمبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتطوير مختلف مقار المحاكم على مستوى الجمهورية. زيارة رئيس الوزراء تؤكد استمرار متابعة ما يتم افتتاحه وتشغيله من مشروعات، سعيا للتحقق من إدارتها وتشغيلها طبقا لما هو مستهدف من تنفيذها. من مصر، محمد عبد العال.